كان الضغط الإعلامي، الجميع يقول أن المدرب العراقي يتأثر بالضغط الإعلامي. اليوم نشاهد كاتانيتش لا يتأثر ويسير عكس التيار، وأبسط مثال موضوع اللاعبين المغتربين اليوم. احنا لانه كان المدرب العراقي فراح يصير عليه ضغط كلش كبير بعدين الوضع العام للعراق بتلك الفتره كان وضع يعني اجتماعي موفر، وحتى اقول لك حتى وضع يعني عمل يعني مو اعضاء الاتحاد لكن عمل اللي هم يحيطون بالاتحاد اللي هم يضغطون على الاتحاد، واللي يحيطون بالمدرب يضغطون على المدرب، وبالانديه يضغطون على الانديه. نعم. فكانت الوضعيه صعبه جدا تلك الفتره، اما الان فاصبحت الامور شوية سهله بحريه الاختيار والمدرب ياخذ النفس حتى يستطيع انه نعم. يعني يرتب اموره بشكل صحيح وتكون نظرته غير يعني معقدة، نظرته تكون واضحة بقلة الضغط عليه، وبعدين يعني نوعية الفرق اللي بنشارك بها يعني شارك وياها موجودين بمجموعتنا يعني ما يصير ننتقد نقول هذا مو فريق ومو فريق وما عندهم تاريخ، احنا يمكن حتى ناخذ يعني من تاريخنا انه كأس العالم العام كان هم يتكلمون على تايلاند وعلى فيتنام وبعدين ظهروا فرق قوية وفرق تنافس حيث ظهروا بتصفيات آسيا فرق قوية، فاحنا لازم العالم بده تشتغل برا بده ترتب امورها وعندها بنى تحتيه كبيره وعندها لاعبين وده تطور نفسها. التطور هو بعمليه البناء، بناء اللاعب، بناء المدرب، بناء البنى التحتيه، بناء ملاعب التدريب المهمه، هاي اللي احنا لازم ننتقدها، مو ننتقد احنا نقول والله سحبوا فلان لاعب وسحبوا فلان لاعب، هم كل اللاعبين هم عراقيين وكلهم لهم حق انه يمثلون كره القدم في حاله اذا كان الاختيار عليهم. طيب كابتن،